السلام عليكم مشاهدينا الكرام، دائما واستمرارا في الحلقات اللي كنديروها مع الاخ جلال سميدة، الاسير المغربي السابق في سجون البوليساريو والجزائر. فبعد ما درنا حلقات مؤخرا كنتحول بعض الفضائح الاخلاقيه في سجون البوليساريو والجزائر، اليوم غادي نستمروا في فتره اكثر سواد عما كان يعانيه الأسرى المغاربة في سجون البوليساريو والجزائر في تندوف. ونبغيكم تواصلوا مشاهدتكم لهذه الحلقات واشتركوا في القناة وتقسموا هذه الحلقات مع الأحباب والأصدقاء على نطاق واسع باش العالم كله يعرف حقيقة ما يجري وما كان يجري في مخيمات الذل والعار بتندوف. سي جلال اهلا وسهلا. اذا في هذه الحلقه غادي نتكلموا على الجلادين اللي كانوا في سجون البوليساريو تحت اشراف الجزائر. شنو ممكن لك تقولنا على هذه الاسماء والافعال ديالهم؟ نعم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه اخويه من اخوكم جلال سميدة، الاسير السابق عند جبهه البوليساريو عند المرتزقه والكبرانات ديال الجزائر بتندوف. اليوم غادي نتكلم في العصابة الإجرامية اللي ارتكبت جرائم في حق الإنسانية في تندوف. غادي نكشف لكم اليوم على العناصر اللي كانوا مرأسين هاد العصابة الإجرامية بواحد إن شاء الله. أولا السلام عليكم. غادي نبداو بهذا اللي يقولوا له إبراهيم غالي اللي هو بن بطوش. هذا إبراهيم غالي هو اللي كان مرأس أصلاً من اللي كان محمد عبد العزيز الرئيس ديال المرتزقة البوليساريو. هذا بن بطوش اللي هو إبراهيم غالي واحد الجوج ديال الإخوان ديالو اللي كانوا مرأسين هذا العصابة ديال القتل والإجرام في تندوف في حق سجناء عسكريين مغاربة. بمعنى هذا إبراهيم غالي يعني كان ما كيرحمش لا مغاربه اللي هم اسرى ولا صحراويين اللي محتجزين اللي فيهم الريحه ديال المغاربه. وحتى الوجه ديالو غير ديال الاجرام. شوف الوجه ديالو هو هذا هو الوجه ديال هذا بن بطوش. هذا ابراهيم غالي، شوف يا لطيف على الكماره ديالو كي دايره. ما في الوقت اللي انا كنت عندهم تما بريزوني كان اكفس من هكا، كان الوجه ديالو قبيح ومكتوبه له هنا الله يستر في الجبهه ديالو مكتوبه له القتل، والعينين ديالو ديما حمر. ماشي هو مريض بالقتل، مريض بالدم، يعني كيبغي يقتل بنادم. حنايا اللي كنا كمغاربه جنود مغاربه ومحتجزين اسرى تما وكنشوفوا كيفاش كيتعامل مع الصحراويين في القتل ديالهم كنقولوا ناهيك على عاد حنا اللي اعداء ديالو. بمعنى هذا الصحراويين ديالهم اللي محتجزين نعم صحراويين اللي كانوا صحراويين محتجزين في 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 يعني انفصاليين صحراويين انفصاليين. لا خلي لي انفصالي، شوف خلي لي انفصاليين. كاين كانوا واحد الصحراويين اللي مختطفين من بينهم بعض الصحراويين الرحال بالعائلات ديالهم. يعني منين كي كينحادروا من اقاليمنا الجنوبيه. كينحادروا من الاقاليم الجنوبيه ديال المملكه المغربيه ديالنا، وهو اللي كيشرف على القتل ديالهم، لكن باوامر عسكريه جزائريه. خاطر كيقول بان هادو صحراويين ما فيهم الريحه ديال الدوله المغربيه، دونك خاصهم الفصل، خاصهم يتقتلوا، وما خاصوش يخلي اللي يرد الاخبار منهم، يعني تكون لا من النساء ديالهم ولا من الرجال. فالسجن اللي كان كيتقتلوا فيه هاد الصحراويين هو بوست، يقولوا له بوست الرشيد اقبح، لان اقبح بوست الرشيد ولا سجن الرشيد؟ لا هو سجن الرشيد ولكن عاطين له ان بوست، يعني ان بوست رشيد، يعني هذاك ممنوع شي واحد كاع يدخل له الا المراقبه الجزائريين او لا هذه العصابه الاجراميه ديال البوليساريو.
إذن بين الجرائم ديال إبراهيم غالي هو القتل. طبعا هو القتل والتعذيب. القتل والتعذيب، يعني بالنسبه للتعذيب ديال الصحراوة ماشي هو التعذيب ديال احنا كانوا يقولوا لنا الشلوحه، احنا كمغاربه جنود مغاربه اسرى كانوا يقولوا لنا غير الشلوحه، ولكن التعذيب ديال الصحراويين كيستنطقوهم انت كيفاش انت شحال وانت هنايا في الخيان وكنقولوا راك صحراوي وابن عمنا، لكن الريحه ديال المغرب ما بغاتش تحيد منك، مازال كتفكر في المغرب وكتفكر في عائلاتك ديال المغرب وهذا، دونك الا يتفوه غير بشي كلمه ولا هذا كيمشيو هنا كيعذبوهم. وحنايا بغينا نعرفوا التعذيب، واش التعذيب كيعلقوهم كيضربوهم كيديروا لهم شي بوزيسيون في شكل؟ لا لا، التعذيب ديالهم هما في القبوره، القبوره كيكونوا كيحفروا القبوره ديالهم بيديهم وكيكونوا مكتفين بالسلك، يعني بالسلك ماشي بالاحبال ولا كيكتفين يديهم ورجليهم، كيكتفوهم اليدين والرجلين. هادو الصحراويين. نعم. الصحراويين اللي كانوا في مخيمات تيندوف. نعم. اما التعذيب بالنسبه للمحابس السجناء المغاربه هذاك بوحدو، هذا بوحدو كاع ما يعني غادي نهضروا عليه، غادي نهضروا عليه. يعني هذا ابراهيم غالي ولكن ماشي بوحدو، كاين اللي معاه. اسمح لي قبل ندوزو لواحد اخر، بغيت غير نعرف القتل ديال ابراهيم غالي، واش كيقتل بالرصاص ولا بالشنق ولا بالردم ولا باش؟ بالنسبه للصحراويين كيقتلهم بالرصاص، بالنسبه للمغاربه كيقتلهم بالشنق، بالنسبه للجنود المغاربه كيموتوا بالشنق، بالنسبه للصحراويين كيموتوا بالرصاص باش ما يعاودش الخبر، ما تلاش يرد الخبر. وهذا كاين المسؤولين ديال البوليزاريو اللي كيديروا ميكا على هاد الحوايج هاد، لخاطر ما يقدروش يدخلوا في هاد التفاصيل، لخاطر القبائل وهذا ما يقدروش يدخلوا في التفاصيل ديال هاد العصابه هاد، خطيره جدا. مزيان، قبل ما نفوت لواحد اخر، بالنسبه لابراهيم غالي ما عندوش غير القتل و لا، ابراهيم غالي عنده حتى الاغتصاب. طبعا عنده، ابراهيم غالي معروف غني على التعريف، قضيه الاغتصاب ديال النساء هذه، هو مريض بهذه القضيه هذه، هو مريض بهذا الاغتصاب ديال النساء وديال الطفيلات ديال الفتيات، يعني ما يخليش وحدة على وضوء كما نقولوا. والمشكل هو كان شاد قبل ما يكون قابض الرئاسه دابا ديال جبهه البوليزاريو، يعني اللي شافها ديالو لخاطر كان يدير سفير ديال 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 المرتزقه، ديك قضيه سفير يعني رافده عليه بالنسبه للجزائريين الكبرانات، الجيش الجزائري عطيه هذا المنصب هذا باش ما يوقع له والو، لا بحسابه من طرف الدول ولا والو، ولكن كاينه متابعه ديالو من طرف الاسبانيا، من طرف الدول الاسبانيا. بالفعل كاينه فتاه او امراه معروفه وفضحته وشكات به، وفعلا راه متابع بهاد هذيك. بالنسبه لديك السيده كنعرفوها مزيان، كنعرفوها في المخيمات، هذيك السيده كانت كتقرا في كوبا، كنعرفوها مزيان. هذيك السيده هذيك كانت عندها واحد الجراه عاليه باش خرجت تكشف على هذا المجرم هذا، اما ما خاف كان اعظم، يعني كاين كاع الفتيات اللي تغتصبوا ما يقدوش يخرجوا، لخاطر نظرا للقبيله ونظرا للعائله ونظرا ما يسمى يتهددوا في الصحه ديالهم والسلامه. دونك هنايا خرجت هاد الطفله هذه كانت عندها الجراه وخرجات وفضحات هادشي هذا اللي كان كيدير هذا المجرم هذا، هنايا هزوه من المخيم وداروه في الجزائر العاصمه وعطاو له السفاره وقالوا له انت هنايا معنا في السفاره. تما كان يعني سلام الاغتيالات في المخيمات ديال تندوف، وبقى دخل في الاغتيالات ديال الاغتصاب ديال كما نقول الفتيات في الجزائر العاصمه في المقر ديالو. دابا في المخيمات كيفاش كيشوفوه؟ كيحترموه؟ كيبغيوه؟ كيخافوا منه؟ كيهابوا منه؟ واش ما كاينش اللي كيحترموا، وبالاخص الذكور، يعني ما عارفينه مجرم، عارفينه مجرم، غير هو داير عصابه اجراميه حتى من الصغار، من نساء الصحراويات اللي زغرتوا عليه، وداير واحد الحاشيه ديالو دايره به اللي كتحضيه من دوك اللي كيدوروا في المخيمات اللي ما عندهمش، يعني ديك لوشار كما نقولوا حنايا. ورغم ذلك يحظى بدعم
النظام العسكري من طرف الجزائر. طبعا من طرف الجزائر غادي تايد، ولا خاطر راها دايره تمايا هي اللي كتصرف عليه، هي اللي كتعطيه كل شيء، دايره يد يمنى باش هو يتكلم في هذه المواضيع كانه هو راه رئيس الجبهه ورئيس ما يسمى ديال المرتزقه ديالهم. ولكن راه ضد ديالو، هما عصابه كونتر عصابه، والنقل ديال عصابه كونتر عصابه جابوها من النظام الجزائري، من النظام العسكري الجزائري. يعني حتى في المخيمات ديال تندوف عصابه ضد عصابه. الشيء اللي صار ما بين الجنرال ديال الجزائر وليكلون، داك الشيء واقع في نفس الشيء، نفس السيناريو. سبحان الله، الشر كينقل. لا، نفس السيناريو ديال عصابه ضد عصابه في المخيمات ديال تندوف، جا كوباوها من نظام الكبرانات ديال الجزائر. يعني كاينه مجموعه في مخيمات تندوف اللي ضد مجموعه، وهما كاملين مسؤولين كبار على من مسؤولين على القطاع ديال الاغنام ديال المحتجزين وديال المرتزقه، وكيديروا فيهم كي بغاو، اللي كيعتبروهم بحال الاغنام. القطاع صاحبي هذاك القطيع، هذاك ديال عندهم القطيع ديالهم، وكل شيء تحت اشراف النظام الجزائري والنظام العسكري. الوغ غادي ندخلوا في الشخص الثاني، المجرم الثاني